الرقابة الدستورية يتعزز على مستويين ثلاثة: الثنائي، الإقليمي والعالمي. بالنسبة للمستوى الإقليمي، كما تعلمون السيدات والسادة، الجزائر أصبحت منذ سنوات عاصمة العدالة الدستورية، مادام مقر دائم للمنظمة الإفريقية موجود في الجزائر. وفي سبتمبر الأخير، في نوفمبر الأخير، أعطيت لهذا المقر الدائم اسم الفقيد بوعلم السياح، اللي هو كذلك من عائلة الدبلوماسيين مثل ما يعرف الجميع. ففي عام 2020 سيكون للجزائر بعد انتخابها في فينيوس عاصمة ليتوانيا في سبتمبر من هذا السنة شرف كبير لاستضافة الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري. وأنا على يقين أنه سيكون مناسبة لتناول مواضيع تهم الجميع، وبطبيعة الحال سنعتمد على جميع الطاقات لإنجاح هذا الحدث العالمي الاستثنائي الذي سيكون إن شاء الله في هذا المركز اللي هو حامل اسم فقيد آخر ودبلوماسي بارز بل استثنائي، المرحوم عبد اللطيف رحال.